أخبار اليوم. تعليقك كشاب من شباب مصر على الحادث الإرهابي الغادر اللي تم في سيناء. والله العظيم لازم أقول لك معلومة ومنتهى المصداقية، ساعة ما سمعنا الحدث مصر كلها كانت بتبكي من جواها، من جوه قلبها دم. أنا أمي ما فطرتش، عندها السكر، أغمى عليها بسبب الخبر اللي هز مصر كلها. عايز أقول لكل أم عسكري، ابنك مات، ابنك كان سبب أن أنت وسبعين حد هتخش الجنة من أوسع أبوابها. عايزين نقول للقوات المسلحة، إحنا كمصريين بنات وشباب نتمنى أن يفتح الباب لكل مصري يتجند في القوات المسلحة. الحادث اللي هو حصل ده أثر فينا كلنا، بس أنا شايف إن مفيش حاجة هترجع تاني، خلاص هو اللي مات مات. يعني أقصد إن لو عملوا أكتر من كده إحنا عمرنا ما هنستسلم وإحنا جنب البلد. إن ربنا يهدي وأقول إيه، بس منهم لله وحزبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي إيه يخرب في البلد، كل اللي يخرب في البلد، لأن بلدنا حلوة يعني وما تستاهلش ده كله، ما تستاهلش كل ده بلدنا. يرحمهم يحسن إليهم، الله يرحمهم يحسن إليهم، روح الشباب براكم ياخد حقكم إن شاء الله. نعم الوكيل على عشان خاطر اللي قتلوا بتوع سينا وعلى بتوع مصر كلهم، حزب الله ونعم الوكيل، لأن مصر اتدمرت والله اتدمرت، وحزب الله ونعم الوكيل كمان مرة، وربنا يقف معانا، ربنا يقف معنا يا رب. مصدومين بالأحداث في سيناء كفلسطينيين، كنا دائما نجد بمصر هي الدولة الحامية للفلسطينيين، وعندما أصبحت سيناء مليئة بالصراعات بين الجيش المصري وبين جماعات خارجة عن القانون، أصبحنا نشعر بالقلق ونتمنى أن يتم التخلص من هذه المشكلة بالقريب العاجل، لأننا بحاجة لمصر ترجع تحتضن الفلسطينيين وتحتضن قطاع غزة ويكون لها دور فاعل في إنهاء الانقسام الفلسطيني. العالم كله احنا برضه بأمرك يا رب، معانا ربنا قبل أي شيء، والسيسي بأمرك يا رب، الإرهاب هنقضي عليه، هنقضي عليه خالص من مصر. بس أنا مش فاهم الناس ديت هي ليه بتعمل كده؟ يعني بيضربوا ليه في العساكر بتاعتنا وبيضربوا في الجيش بتاعنا ليه؟ أكيد طبعا دول مش مصريين طبعا، ولا إرهاب، ولا طبعا عايزين يوقعونا أي دولة من بره توقعنا. احنا ربنا حافظ البلد دي إن شاء الله، ربنا حافظها وربنا ينصرنا على مين عادينا، ونروح حسب الله ونعم الوكيل في كل عايز يأذينا، وحسب الله ونعم الوكيل في مكويل، وربنا يصلح حال البلد ويصلح حالنا يا رب. نقول بس الجنود اللي هم استشهدوا في سيناء دول احنا هنحتسبهم شهداء إن شاء الله بإذن الله، وربنا إن شاء الله ينتقم من اللي هو عمله، وإن شاء الله بإذن الله نشوفهم في حياتنا اللي تسبب في قتلهم. ولازم يبقى في شويه اهتمام، لان دي يعني ده كمين او كمين تبقى معموله، لازم تبقى على وضع الاستعداد، ده جيش مش ناس عاديه او ناس، يعني لازم يكونوا مستعدين. فسواء في تقصير او ما فيش، بس المهم ان ايه ربنا ينتقم من العمل كده ان شاء الله باذن الله، وربنا بيحسبهم شهداء، ونشوف يا رب اللي هو اللي قتلهم ده نشوفهم يا رب مفضوحين ان شاء الله قدام عينينا باذن الله. اقول ايه، ان ربنا معاهم، دول شهداء في ذمه الله سبحانه وتعالى، وربنا معاهم، ودول اللي هم اللي شايلين مصر على كتفهم، وارواحهم يعني غاليه علينا وكل دوت، وربنا معانا ومعاهم. اقول ايه، قول زمايلهم اللي موجودين مكانهم، قول لهم شد حيلكم وخدوا طر اخواتكم وقرايبكم وكل حاجه، وقفوا جامدين زيهم وصوموا وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. حزب الله ونعم الوكيل فيهم طبعا، ان هم ماتوا ناس ابرياء ما لهمش في اي حاجه، وماتوا هم راحوا شهداء كده، ما لهمش ذنب في اي شيء كان، سواء في السياسه سواء في اي حاجه، ما لهمش ذنب في اي حاجه. فندعي لهم بالرحمه بس، ونقول لزمايلهم شدوا حيلكم ويخلوا بالهم من نفسهم، وربنا معاهم.